ديالكم انت هو مسؤول في سال ديال زمان يا صاحبي غندير عيالك دخل احداث لا هاي ما قراو لك فاطمه اه صبر شويه بزاف ها بزاف هو اللي كيصيفط لكم الماكله هو سي الحاج يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين سالت مولداتو شكرا الله يرحم الوالدين ما كثر خير كيجي يتاكد واش كتوصل داك الشيء كيف هو واش ما خاصكم حتى حاجه لا ما خصنا والو ما خصكم حتى حاجه يا بلادي يا بلادي وعاش مليك بونجور مدام قالي رئيسه شرفيه جمعيه سميت سبع علول كنتوجه في هذه المؤسسه اللي رفضل ليها تيرجع السيد العامل عمله بسلطه الفيده اللي هو خصص هذه المدرسه للاطفال اللي هما في وضعيه صعبه باش ما نقولش اطفال متشردين وامهات عازبات ونساء كذلك الحمد لله هنا لقوا بان عندهم عائلات لقوا بان هنا عنده واحد العنايه خاصه تنشكروا سي سرحال لانه الكونفدراسيون اللي هي كتواكب الاكل والمشرب ديالهم تنشكرهم بزاف الوليدات الحمد لله هنايا تغيرت السلوك ديالهم النساء كذلك ومن ضمن هاد النزيلات كاينه واحد السيده اللي هي كانت ام عزيمه لما كانت جات تتخلى على البيبي ديالها مي الحمد لله خدمنا عليها غيرت الراي ديالها ولدت الوليد الحمد لله سماته سلطان على درب سلطان لان هي كجات من مراكش واليوم تيتوج معنا السرحه الله يكثر خيره جاب باش يدير لها سميه العقيقه باش يسمي لها سلطان تنشكرو بزاف تنشكرو الطاقم اللي معاه تنشكرو دوز لو ماتان اللي هما كيتواجدوا معنا في الظروف اللي هي فريمون صعبه الاغلبيه ديال الصحافه وكل شيء عندهم كونفينمون مي هما ما بخلوش علينا. السلام عليكم معكم حسن الدوش الكاتب العام للفيدراليه المغربيه لممول الحفلات. اليوم كيشتو انكم جيتوا عندنا المره الثانيه هنا لهذ البلاصه فين كاين الايواء ديال العيالات والدراري الصغار والحمد لله اليوم واحد السيده كانت ولدات جات من برا كانت حامله ومع الحجر الصحي ولدات هنايا واليوم كنحتفلوا بها مع السيد رئيس الفيدراليه المغربيه لممول الحفلات الله يجازيه بالخير السي محمد رحال اللي جاب لها الحولي ديالها وحاول ما امكن باش الناس كلهم هنا اليوم يدير لهم الرفيسه وتدوز في طقوس اللي هي طقوس مغربيه 100% والحمد لله الناس كلها فرحانين وكنحاولوا ما امكن باش حنا نكونوا وسط منهم واخا هما ما عندهمش اسره ما عندهمش الناس اللي ازروهم حنا معاهم هنايا ونحاولوا ما امكن باش ندخلوا عليهم الفرحه والله يجعلها في الميزان المقبول. معكم احمد بن محفوظ عضو في تنسيقيه مرسل سلطان فيدا وعضو في الفيدراليه المغربيه لممولي الحفلات. جينا اليوم فرحانين ملي تلقينا الخبر ديال المولود الجديد في هذا المركز لايواء الناس بدون ماوى. الحمد لله جينا باش نفرحوا مع هاد الناس هادو ونجيبوا معنا داك السنه ديال العقيقه اللي غتذبح هنا ان شاء الله وغدا حتى هو غيكون موجود عندهم هنايا وحنا فرحانين الحمد لله وكنشكروا السيد العامل حتى هو اللي كان اتصل بينا في الاول كاع قبل ما يكون هذا الشيء هذا باش نتعاونوا جميع وحنا مواطنين وهاد الناس هادو راه خوتنا راه ما نفرطوش فيهم هاد الناس هادو راه خوتنا والحمد لله راه الامور تدوز دابا في احسن الظروف وبالشهاده ديال الجميع. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم كيف كتشوفوا حضرنا هنا اليوم تقريبا الاسبوع الثالث على التوالي اللي تكلفنا كتنسيقيه ميرسي لطون فيدا انا الكاتب العام ديالها وكفيدراليه للممولين الحفلات بالمغرب برئاسه محمد السلامي رحال الاسبوع الثالث على التوالي وحنا مكلفين بالايواء والتغذيه ديال هاد الناس المتشردين. بينات لينا هاد كورونا على روح المواطنه اللي كتعرفها السلطات المحليه والناس الاعلان والمواكبات ديال هاد الاحداث كلها. لبينا احنا نداء الوطن كيف لباه جميع الاخوان وحنا فرحانين بمغربنا وبوطننا وكنبغي نشكر بهذه المناسبه السي العامل عماله مرسل السلطان الفيدا على المبادرات ديالو ربما كنا شركاء معاه في رابع عمليه او الخامس عمليه وشنو غنقول لكم الخير كاين في البلاد الخير كاين في البلاد ومن بعد كورونا
كاين ان شاء الله الحلول، والحلول كبيره وكتبان بوادر الانسانيه والمواطنه المغرب في كل اعتبار. يحيى المغرب، يحيى الملك، يحيى المسؤولين اللي في هذه البلاد بالكل بدون استثناء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.